وقفت ببابك وامام مقامك باكيا يا رسول الله. تمزقت نفسي. هنا مقام الحبيب. هنا سيد الخلق. الذي اشرقت الدنيا بمولده. يا سيد الكونين يا علم الهدى. وانا الذي نفسي مليئه بالذنوب اسمحت لي ان اقف ببابك باكيا انت الحبيب وانا في رحاب مقامك يا خير من جاء نورا للدنيا تحيه وسلاما وصلاه معطرا لك يا رسول الله يا رحمه مهداه جئت مبشرا محمد معدن الشرف والنور والحكم محمد ذكره نور وحياه لانفسنا محمد به تكشف الغمات والظلم محمد صفوة الباري وخيرته طابت الدنيا بك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيت أبدأ معكم بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان الرحمه تنزل لأن انت لما بتذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالك العوالم اللي حواليك كلها بتتغير الرحمات تنزل "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" طبت حيا وميتا يا رسول الله أبدأ معاكم الحلقة النهارده والمواضيع بقت متشابكه بيقولوا النهارده يوم المرأه المصريه يوم المرأه المصريه يوم مش محتاج كلام كتير لأن المرأه المصريه زي ما احنا عارفين هي اللي ربت وهي اللي بتعمر البيت واللي بايديها تخرب البيت ما هو المفتاح معاها اه الراجل بيتعب وبيشقى وبيروح على شغله ويحاول يجيب لقمه العيش ويحاول يوفر حياه سعيده للاولاد والام في البيت إما أنها تكون معمرة وتعمر بيت وتحافظ على الأولاد أو أنها تبقى يعني حاجة تانية مش مش كويسة مش هينفع نتكلم فيها علشان ما نعبش في الناس الوحشين على الهوى ولكن خلينا نقول كلام من الواقع أخبار التفاهة إيه التفاهه دلوقتي بقت في كل البيوت. النهارده تشوف ناس تافهه التفاهه النهارده بتجيب فلوس لدرجه ان من ضمن الفكاهات اللي الواحد بيشوفها الاب داخل على ابنه فلقي بيذاكر فقال له انت بتذاكر؟ انت اتجننت انت ماسك كتاب؟ انت ازاي؟ ما طلعتش لعيب كوره، روح احفظ لك اغنيه واطلع اعمل مهرجانات هو ده اللي ماشي اليومين دول هو ده اللي بيجيب فلوس انت واخد بال حضرتك؟ لدرجه ان انت يطلع عليك واحد من ارباب المهرجانات اللي هو يعني يعني مغني مهرجانات. فعايز يقولك إنه هو اسطوره، يعني واخد بال حضرتك؟ هو مغني مهرجان، مغني، مطرب، آه بيغني، خلي بالك بيغني. فاهم كلمة بيغني يعني ايه؟ أنت عارف لما واحد يقف قصادك وتقول له أنت بتغني عليا؟ بيغني عليك. واخد بال حضرتك؟ فطالع المطرب اللي انا اصلا مش هقول اسمه لان احنا من عادتنا ما بنقولش اسامي بس عايز اقولك على حاجه تضحكك انت واخد بالك ركز معايا كده او ركزي معايا الاخ دوا طالع بيقولك انا تعبت في حياتي تعب عارف تعب كان ايه بقى تعبه آه الراجل طالع معهوش ما بيعرفش يقرا ويكتب فتعب في حياته الراجل يعني اجتهد في حياته لدرجه ان هو بقى مطرب مهرجانات فبيقول لك انا جت عليا ايام ما كنتش لا اكل ماشي في ناس كتير مش لاقيه تاكل فدي مش اسطوره ان انت تطلع تقول لنا إن حضرتك لما لما بقيت مطرب مهرجات بقيت أنت قدوة عمر عمرنا ما عمرك ما هتبقى قدوة وعمرنا ما هيضحك علينا وعمرنا ما هتبقوا أنتوا حقيقة بلدنا أو حقيقة الحياة اللي بنعيشها دي اسمها التفاهة أه والله تفاهة لا تغني ولا تثمن من جوع وما بتعمرش وشوية وبتروح لكن اللي بيبقى وبيفضل الاصل الطيب الاخلاق الطيبه لكن النهارده انت شايف التفاهه بقت في كل البيوت والتفاهه هي اللي بتجيب الماني هي اللي بتجيب الفلوس طب ليه ما بقاش تافه ليه ما بقاش انسان تافه وعلم الناس التفاهه حاجه بقت غريبه شويه حاجه مش مستساغه تخليك قرفان تخليك حزين بدل ما ندور على العلماء وندور على الناس الافاضل اللي هم بيبنوا ويعمروا بيوت بقينا بندور ازاي نتشهر بالتفاهه النهارده كان يوم المرأة المصرية أنا بصراحة ما اعرفش يعني ايه يوم المرأة المصرية ولكن آه سمعت من السوشيال ميديا ومن الإعلام النهارده يوم المرأة المصرية المرأة المصرية مؤثرة في المجتمع لكن المرأة المصرية أنا بعتبرها هي المجتمع لما تنضبط المرأة بينضبط المجتمع وعدم انضباط المرأة هو عدم انضباط المجتمع وخلي بالك يا ريت الاستاذ وليد يفتح لنا الهوا لموضوع تعدد الزوجات دوا نشوف برضو المراه المصريه عندها قابليه تعدد لجوزها ولا لا تقبل التعدد ولا ما تقبلهوش هي تقبله او ما تقبلهوش هو ده شرع ربنا مش بمزاجها عشان نبقى واضحين لكن آه مش كل البيوت مستقيمه على خط مستقيم. ليست هناك ثوابت للموضوع ده، ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما شرع هذا الامر شرعه لغيبيات احنا ما نعرفهاش بتنفع المجتمع، النهارده انت عندك في بلدك بس في مصر نسبه لا يستهان بها من العوانس. عارف كلمه عنس يعني ايه ولا مش عارف يعني بنت عندها فوق التلاتين وممكن فوق الاربعين كمان ولسه ما اتجوزتش طيب في توازن في, في, في الكون اه في توازن في الكون اه والله التوازن الكوني ده مش انت اللي بتديره اللي بيديره ويقول له كن فيكون هو ربنا التوازن الكوني ده لا لازم تفهمه. التوازن الكوني ده لازم تتدبره. طب النهارده كنت بعمل سيرش كده على جوجل. الو انا عايز ألو؟ ستات، عايز ستات هي اللي تقول، مش مشكلة، ألو يا أستاذ محمد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل لو سمعت حضرتك دلوقتي انا كان في خلاف بيني وبين زوجتي تمام اه ماشي خلاف اسري عادي تمام و... وطبعا راحت ب... بيتهم يعني زعلت شهر ولا اثنين وبعد كده انا طبعا بنفق عليها وبعت لها فلوس وبعت لها كل حاجه تمام اخوها دلوقتي آه وباباها مش عايزين يروحوها وعايزين يرفعوا نفقه آه وعايزين يرفعوا ايم آه الجرد ومنقولات أبوها متصل بيا النهارده يقول لي الفرش ومش الفرش وهي بتكلمني كل يوم وتقول لي انا عايز ارجع ونجدني من يوم انا عايز ارجع باي طريقه انا مم. بعت لهم ناس كتير جدا عشان الرجوع طيب انا انا مش عايز انا انا سعيد بمداخلتك وبمكالمتك لينا ومشاركتك معانا في البرنامج و... و... واحنا نتشرف باي حد أه... انت ايه رايك في التعدد يا استاذ محمد لا تعدد الزوجات طبعا أنا... انا انا بصراحه من رايي ان كل زوجه دم مراته مريحاه ما ده كلام جميل لو هي مريحة اه مفيش مشاكل هو عاوز يعدد هل الزوجه تلزم جوزها ان هو ما يعددش و و و و وتعمل نار في البيت بسبب ان هو هيعدد؟ لا هو دي حاجه شرعا بس هو طبعا ما يظلمهاش هي ادم انسانه كويسه ماشي وانسانه تمام ما يظلمهاش ويتجوز عليها تمام انا متشكر لمداخله حضرتك الجميله يا استاذ محمد طيب من ضمن بقى الحاجات وانا ببحث على السوشيال ميديا توازن الكوني عارف حضرتك وانت ماشي في الشارع كده فتلاقي عرسه ايه يا عم العرسه ده ايه القرف ده صح مش انت بتقول كده ايه العرسه دي ايه القرف ده ده دي دماغك جايباك كده ان العرسه دي حاجه مش كويسه ان العرسه دي حاجه يعني ايه مخلوق يعني كان لا يجب ان يخلق ده دماغك انت اللي جايبك كده لكن لما تسمع وتفهم العرسه دي عملت ايه في المصريين واثرت في حياتهم ازاي وحافظت على على حياتهم حافظت على ملايين البشر في مصر في القرن الرابع عشر تقول سبحان الله عارف العرسه دي الحيوان ده اللي انت يعني بتبص له كده بتشمئز منه و و وبتستنكره وتقول ايه القرف ده؟ لكن لو عرفت الحقيقه تقول سبحانك يا رب التوازن الكوني يا جماعه مش بتاعك ولا بتاعي ده ربنا هو اللي عمله التوازن النهارده بتاع ربنا لما تفهم تستريح طيب الو؟ الو السلام عليكم ازيك يا استاذ الله يكرمك اتفضلي يا حاجه سعدية الله ي... ايوه ايوه يا انا انا واولادي ولدين متجوزين واحد من 17 سنه وواحد من 12 سنه تمام بصوا السلايب بصت كل بعد انا مرديه الكل عايز ثلاث شقق اه وبياخدوا اجراتهم وبساعتهم كمان لان انا انا كنت موظفه انا وابوهم الله اكبر ربنا يديك الصحه آه. يا اه فطبعا دي عاوزه ابني وقع من سبع دور فاضطريت ان انا ابيع له قروف عشان يقصف عليه عشان عمليات وكده ربنا يشفيه ان شاء, شاء الله قالت لي انت بعتي انا عيني مقسمه انا مش مقسمه كل عيل من الصبيان ثلاث شقق وبنتي شقتين بني لهم عماره ومقسماهم بصوا لبعضهم وعاوزين ياخدوا الثلاث شقق من دلوقتي وطلعوني انا ساكنه بشقه منهم وبدفع واحد من بدفع لهم الايجار كل شهر طيب انت عرضت مشكلتك ولا لسه؟ دلوقتي عاوزه تعمل خلع وسابت البيت خليها تعمل خلع خليها فلوس الشقه باع شقتين شقتين دلوقتي ولا... اقول لك على حاجه وليس. على الهوا يا حاجه يا حاجه آه. سعديه اقول لك على حاجه على الهوا الضفر بتاعك بعماره الله يخليك يا ضفرك بعماره هو احنا لولا الامهات الطيبات دول كان يبقى في بركه في العيشه اللي آه. احنا عايشينها دي أوه. النسخ بتاعتكوا دي يا شركة. حاجه سعديه اسمعيني النسخه بتاعت حضرتك دي انا وجوزي في شركه خدمات ترانزستور كنت بس الو أه. يا حاجه سعديه اسمعيني و, و وخد الرساله دي اتفضل آه ما كانش اولادك و و و وزوجاتهم يبوسوا رجلك ما يلز ما, ما يقعدوش في خيرك من بنتي وانا عامل مع ما ي... ولادي ما يقعدوش في بيتك يا, يا حاجة اسمعيني الله يكرمك عشان وقت البرنامج اللي ما... اللي ما, يع... آه. اللي ما... اللي يعيش في خيرك وينكر ينكر خيرك ما يلزموش يعيش في, في خيرك الله يخليك يا ابني يا الله يخليك يا ابني الله يصلح حالك ده كليك. كلام من الاخر مش هنطبطب على, على حد كلامك على كلامك ما... كلامك مش هنطبطب على يا حد, يا حد ما يستاهلش نطبطب عليه, عليه. وهي لما تكبر يا يا ولادها هيعملوا فيها كده الله يصلح حالك يعني الله كل خير يا رب يلا يا حاجه سعدية شكريني حضرتك طيب اكمل بقى عشان الحق الوقت بتاعي فالعرسه اللي انت مستهون بيها دي يا حبيبي في القرن الرابع عشر القرن ال14 انتشر الطاعون في مصر انتشر لدرجة ان 40% من المصريين ماتوا بسبب الطاعون ما كانوش لاقيين مدافن يدفنوا الموتى الناس كانت بتموت في الشارع ايه ده ارحمنا يا رب اه والله خمستاشر مرة تأتي مصيبة الطاعون على المصريين وتقتل منهم حتى وصل الأمر إن في أسر بأكملها أسر بأكملها ما بقتش موجودة اب وام واولاد وجدود ماتوا بسبب الطاعون كانوا بيموتوا في الشوارع مش لاقيين مدافن يدفنوهم فيها كانت مصيبه عظيمه عارف العرسه دي العرسه اللي انت بتسميها عرسه كانت سبب في انحصار مرض الطاعون في مصر تقول لي ازاي اقول لك اكتشفوا ان اللي بينقل الطاعون ما بين البيوت وما بين البشر الفيران بتحمل المرض بتنتقل والعياذ بالله من خلال بالله الحشرات القميئه بتنتقل في البيوت فموجوده بقى منتشره طيب جه محمد علي والناس اللي, اللي على راس السلطه ساعتها عايزين يشوفوا ايه الحل فقعد العلماء العلماء اللي قعدوا يحلوا مش مش بتوع المهرجانات اللي حلوا المشكله مش بتوع اغاني المهرجانات هم اللي حلوا المشكله اللي حل المشكله العلماء العلماء ابوس ايديكم ابوس ايديكم خلي بالكم العلماء الو ايوه الو السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بالصعيد واهله اهلا اهلا الصعيد دايما جامد الله يخليك اتفضل انا سني 75 عام ربنا يبارك في حضرتك ويديك صحة او كنت مع ابناء مصر في 73 عاش رجالة مصر أهلن. في 73 دول اللي احنا عايشين على حسهم لغاية دلوقتي أهلن. انا متابع للحلقات متابع لحلقات اللي انت بتقوله دي حضرتك متابع, متابع حضرتك متابع البرنامج بتاعي؟ بس في حلقات انا متابعها الله يكرمك يا حبيبي ليا الشرف بالنسبه للمشكله في المطرية اه الو ايوه ما فيش حد بيتكلم صح فيها الا غيرك انت مع حضرتك اه كل اللي بيناقش بيناقش غلط تمام عايز اقول لك ان ال... الست المصريه الحقيقيه ايوه الحقيقيه ايوه اه من امي انت شلقتها ابو عندي وابوها كانت واخذه انا لازم ممكن توضحوا لنا الصوت في الاستوديو يا جماعه انا طيب اقفل و... يا حاج محمد ولا مين يا حاج الصغير ممكن تقفل وتتصل تاني هيستقبله المكالمه تاني لان الصوت الواضح ان هو مش مش واضح قوي طيب العرسه بقى اللي انا بتكلم عليها دي يا جماعه انقذت ملايين المصريين او والله راجعوا التاريخ العرسه ليه بقى العرسه هي العدو اللدود للفئران العرسه ما تخليش فران خالص فانحصر المرض شوف المخلوق ده اللي انت بتبص له مش مئزاز ما هو اصل انت خلي بالك انت مخلوق ضعيف انت مخلوق مسكين مش فاهم حاجه اللي قاعد يحل الموضوع العلماء قالك لك العرسه دي هي اللي بتحارب الايه الفئران فانحصر المرض في مصر. ما راحوش جابوا بتوع المهرجانات والناس اللي بيغنوا ولا قالوا لهم تعالوا حلوا لنا المشكله. بس بيغنوا. المهم ربنا سبحانه وتعالى اكرم بلدنا مصر وتم اعفاء البلد من ايه؟ ربنا عفانا من مرض الطاعون. الو؟ الو اتفضلي يا فندم لو سمحت ممكن بس اقول مداخله اتفضلي حضرتك معاك على الهوا ماشي حضرتك انا لو جوزي متجوز عليا تمام تمام انا معاك ثلاث عيال وصمم ان هو يتجوز تمام وانا وافقت خلاص لو طبعا مصمم خلاص انا عندي كنت وقتها عندي 29 سنه ومعايا ثلاث عيال ومعايا ولد ومعايا البنت الحمد لله عشنا كويسه مش اي مشاكل يا رب يوسع عليك اه يا رب وبدا عم من وبيتنا من واحد صغير مع بعض والحمد لله يعني طيب تمام اه هو ثم ان هو جاز وانا وافقت انا عرفت ليه انا عرفت ليه انت وافقتي انا حسيت مش موافقه لا 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 موافقه وقايله الحمد لله والله وراضيه <applause> طيب <تصفيق> والله ابدا الحمد لله اللي هو نصيب من الاول في الاخر عند ربنا وهو ربنا رايد والحمد لله عليه الامور مستقره معاكي يعني يا حاجه الحمد لله طيب اتفضلي كملي الموضوع كله والتعب كله الراجل هو اللي بيتعب مش الست الراجل هو اللي بيتعب اه هو اللي بيتشتت عن تجربه عن تجربه هو اللي بيتشتت اه هو بيحن عليه والله العظيم بيتعب نفسه اه انا انا باكل وبشرب ولم عياله وقاعده وعايشه ما فيش اي مشاكل واي طلباتي هو هي هو بيجيبها لي مش اي مشاكل ده, ده الواضح ان انت مش موافقه بقى <applause> لا والله ابدا ما هو وكل ما الكلام حاجة هو بتقولي هو اللي بيتعب انت كده مش فقه عليه ولا ولا زعلانه منه لا مش هو انا لما اكون راضي كده مش مش عليك انا كل الموضوع ريحته باللي هو كان بيزن بيه ده كنت عيل كده وبيزن على حاجه انت بتعمل ايه مش بتريحه زي ما هو عايز ما فيش مشاكل أنا بيجي انت بيجي انت بيجي انت, بيجي انت بيجي حبيتي بيجي ت... بيتدرب بعدين حبيتي تسعديه يعني حبيت اسعده وحبيت امشي المركب وهو قال لي يا اما اتجوز اما يتطلق قولي اه فانت يبقى انت ما كنتش موافقه بقى ايوه اكيد ومين متوافق يا استاذه اول ما جوزها يقول اتجوز عليكي اه صمم دلوقتي ويتجوز اما اطلقك اقول ايه؟ فانت رضيتي بالامر الواقع رضيت وقلت الحمد لله خلاص اه طيب انت طيب مش عايشه في حياه كويسه وسعيده؟ الحمد لله طيب بس على قد ما اقدر بتغاضى عن المشاكل وحاجه واحده بس حطها قدامي ان ده خلاص برضه بقضاء ربنا وبسبب رب ده ربنا وابتلاء من عند ربنا وخلاص برضه بيه ابتلاء <applause> مش عارفه اكمل اه يبقى لازم يلاقي اصل في مشاكل لازم غصب عن عني انا بنادم وبحس غصب عن عني عشان بغير غصب عن عني بتضايق حقك اه انا بحس ماشي فعشان اتغاضى عن ده كله وما للدنيا قوي لان هي اصلا مالهاش اي لازمه خلاص بستودع ده حقي عند ربنا وخلاص وده نصيب من عند ربنا طيب في, آه في رساله عايزه تقوليها للبرنامج عندنا؟ ولا حاجه هو في الاول وفي الاخر نصيب من عند ربنا ربنا مكتب لها كده تستودع ده عند ربنا وتقول الحمد لله الحمد لله لمت عياله وعادي عيال واحد بصحته الدنيا ما فيها يا رب والله دلوقتي صممت ان انا دلوقتي ما يتجوزش وعملت اعمال الدنيا والدين كان البيت م... خرب يعني صح كده؟ مثلا آه. او مت ربنا يديك ربنا يديك ربنا يعني انا, أنا ايه, إيه طالما حاجة مش بإيدي وبيد ربنا ومش قادرة أغيرها م. أرضى أقول الحمد لله عليها الدنيا تمشي جميل جميل لكن متشكرين لكن لو, لو حضرتك. والله الحمد لله رضا الحمد, الحمد لله متشكرين لحضرتك متشكرين يا فندم متشكرين طيب هو الواضح برضو خلي بالك يعني يعني الموضوع بيختلف من ست للتانية وأعتقد أن الغالب الأعم في الستات وخاصة الستات المصرية الموضوع ده عندهم صعب ما بيقبلوهوش بسهولة واخدين بالكم من الموضوع ده موضوع التعدد ده عند الستات المصرية صعب لدرجة أن هي لا تقبله في ستات بتخرب البيت في ستات بتضايق الزوج في ستات بتعاقب العيال في ستات بتبوظ البيت بسبب الموضوع دوّن تواخدين بالكم آه لكن هو في في الاصل هو شريعه ما نقدرش نقول آه ان هو شيء مخالف ده ربنا هو اللي شرعه للزوج واخد بال حضرتك وربما تكون الحكمه اللي احنا مش واخدين بالنا منها ان هو عفه لمين في ارمله في مطلقه في بنات لسه ما اتجوزتش عدد الـ الـ الانسات العوانس دلوقتي بقى شيء غير عادي خد فانت يا على الحلال يا تروح في سكه الحرام ما اعتقدش ان في حد يقبل ان هو يروح في سكه الحرام سكه الحرام دي ولا نقبلها لنفسينا ولا لاهلنا ولا لاي حد قريب مننا المهم خلينا في موضوعنا برضو احنا معاكم في استقبال اتصالات حضراتكم اذا التوازن البيئي اللي انا بتكلم عليه النهارده ده التوازن ده يا جماعه ده بتاع ربنا مش بتاعك الذي يدبر هذا التوازن ومصرف هذا الكون ربنا فما تشغلش بالك ملكش فيه ما تقولش فلان بقى مش عارف ايه وفلان ربنا اداله ايه ما هو يمكن ربنا اداله عشان بينفق على الفقراء ربنا اداله قوة عشان يحمي ضعيف ربنا اداله صحة عشان في ظهر أهله يفضل في ظهر أهله وناسه أنت مالكش دعوة ما تشغلش بالك لذلك أنا عايز أوجه لكم رسالة برضو النهاردة مهمة جدا أنا شايف أن هي وقتها في زمن التفاهة اللي احنا بنعيشه ده أنت ممكن تكون زعلان علشان حد سابك صح تزعل عشان حد سابك ممكن تزعل عشان انت سبت حد فتندم تبقى ندمان انا سبت فلان او فلان سابني او فلانه سابتني او فلان سابني ما تزعلش عارف ليه؟ لازم تعرف دايما الخير كله في اللي ربنا بيقدره افهم الكلام كويس الخير كله في اللي ربنا بيقدره لك ابتلاك بمرض عشان يرقيك ويعليك ويفوقك ابتلاك بمصيبه عشان تنتبه اصل الدنيا مش هتفضل آه على خط مستقيم لا لازم تتعب شويه لازم تتعب وتستحمل علشان تبقى انسان كويس فربنا لما يبتليك بمرض اعرف ان هو بيحبك لما يخليك تسيب فلان او فلانه اعرف ان هو بيحبك ما تزعلش بس انت افهم الرساله كويس افهم الرساله بتاعت ربنا كويس عشان ربنا يكرمك اعقل الموضوع خلي بالك هقولك لك حاجه بسيطه جدا يمكن انت وانا شايفينها المخترعين العظماء زي مثلا اديسون زي زويل العلماء العظام زي الشعراوي رحمه الله عليه اللعيبه الكبيره زي محمد صلاح خش كده في حياه الناس دي ودور كده هتلاقي اديسون ده كانوا بيعملوه في المدرسه إنه هو غبي تخيل مخترع المصباح الكهربائي كان في المدرسه عاملينه كده إنه هو يعني طفل مش مش نبغى يعني بس سبحان الله تتغير الامور ويصبح مخترع ويتغير على ايده العالم كله وينور العالم كله احنا عايشين دلوقتي اهو بنور ربنا والمصابيح اللي اخترعها لنا اديسون تيجي لزويل طالع من قريه بسيطه كان بيذاكر على لمبه الجاز اتغيرت الامور وراح امريكا واصبح عالمي رحمه الله عليه. الامام الشعراوي رحمه الله عليه طالع من اسره فقيره وشويه كان يحفظ وشويه مش عايز يحفظ وشويه يروح الكتاب وشويه عايز يشتغل في الارض لغايه ما ربنا ياذن ويبقى الشعراوي هو الشعراوي. اخونا وحبيبنا محمد صلاح من قريه اسمها نجريج وكان بيروح مواصلات ست ساعات رايح وست ساعات جاي ويبات في النادي ويبيتوه في الاستراحه بتاعه النادي النهارده محمد صلاح برشلونه بيتعاقد معاه مين برشلونه دي اغلى واقوى نادي في العالم محمد صلاح انا اسف يعني مش 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 رونالدو يعني محمد صلاح مستواه في القمه بس عالمي اصبح عالمي اصبح بينافس قدرات اللعيبه ليه اجتهد تعب ربنا اداله هي لعبه كره بس فيها فيها عشق وفيها حب وفيها ترويح عن النفوس مش عيب النهارده محمد صلاح بيكتب اسمه في تاريخ النجوميه بعد طبعا ليفربول رايح برشلونه منين من قريه طب اسال على محمد صلاح صحابه كانوا بيجيبوا له السندوتشات ويقسموها مع بعض النهارده محمد صلاح بيعمر قريته وبيعمل مدارس وبيعمل وحدات اسعاف وبيعيش اهل قريته في رخاء هو ده الانسان الكريم هو ده الانسان اللي ينفع اللي ربنا بيكرمه فانت مالكش دعوه محمد صلاح ربنا اداله الشيخ الشعراوي ربنا فتح عليه رحمه الله عليه زويل ربنا جعله ياخد جايزه نوبل فانت مالكش دعوه التوازن ده ربنا هو اللي عمله ما تشغلش دماغك الا في نفسك خليك في نفسك شوف نفسك محتاجه ايه واعمله مفيش اتصالات تانية يا جماعه في الموضوع بتاع التعدد ده طيب احنا في اه في اتصالات تاني طيب فانت النهارده عندك امور لازم تدركها وما تقوليش الكلمه اللي انا اللي انا بعتبرها يعني يعني ما حدش يزعل مني عشان هي يعني كلمه مش لطيفه تسال تقول لواحد مثلا يعني ايه مثلا خد بالك في حاجه اسمها كورونا يا عم خليها على الله يا حبيبي الغالي ما هي على الله افهم بس كلامي عشان انت دماغك تبقى صحيه انت اصلا انت وانا وحركاتنا وانفاسنا دي من غير ربنا مش هنبقى موجودين الو 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 اتفضل يا استاذ سيد ازيك يا استاذ اتفضل حضرتك والله ربنا يبارك لك يعني حضرتك ممتاز والله ربنا يبارك حبيبي تفضل دلوقتي حضرتك انا متجوز جميل والله هو اكيد المصاطح شقه تحت بس اهم حاجه العدل حد ربنا اهم حاجه بيعني. المهم انت مبسوط؟ اه الحمد لله والله الحمد لله وعيل العيش الزوجتين مبسوطين؟ الحمد لله تمام ربنا مرضيك الحمد لله ده من عند ربنا عم بعمله من ربنا الاخوات مع بعض كويسين؟ طبعا ده لازم طيب يعني انت حققت حاجه من الشرع ومبسوط اهي في اسر يا جماعه السيد السيد آه السيد هو الاستاذ الاستاذ سيد معانا صح كده؟ ان شاء يا فندم اه الاستاذ سيد معانا متجوز اثنين اهو والدنيا جميله ومبسوطين هل انت من الاثرياء يا استاذ سيد؟ لا يا فندم انت انسان عادي يعني الحمد لله الحمد لله راجل بس على ايدي على ذراعي ربنا يوسع عليك يا استاذ سيد الله يبارك لك بس يا يعني حاجه يعني اهم حاجه يعني انت شايف ان نجاح التعدد هو العدل والله ده يعني ده ربنا اللي قلنا ايوه انا مع... انا انا اسف ما مع... طبعا ربنا كريم انا قصدي ان انت في التجربه بتاعه حضرتك شايف ان العدل هو اللي بيحقق النجاح طبعا ده لازم ده اهم حاجه فعلاً. طيب وانت عادل يا استاذ سيد طبعا الحمد لله الحمد لله. لله طيب رساله حضرتك وصلت ونورتنا وش... ومشكرين لحضرتك أي نماذج يا جماعة نماذج عادية جدا موجودة في المجتمع فما تقوليش أصل أصل اللي مش عارف يقولك اللي مش عارف آه يعني البيوت بتبوظ من من الزيجة التانية أو الثالثة أو الرابعة أيا كان المهم إن احنا نعمر بعدل نعمر بحب خلي بالك أنا ما ينفعش أقول أنا مع أو ضد انا راجل بادئ رساله ما ينفعش اقول انا مع التعدد او انا ضد التعدد لا انا بوضح لكم النماذج في نماذج موجوده معانا في نماذج في حياتنا بتؤيد التعدد وفي نماذج تقول لك لا لا, لا يا عم تعدد ايه يا عم ده خراب بيوت ده الولد يجيله اكتئاب نفسي ده البنت تصاب بمرض نفسي عشان عشان ابوها اتجوز يا جماعة دي 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 سنة كونية ما اقدرش انكرها وما اقدرش اقف ضدها فاهمين الكلام؟ المهم اللي احنا عايزين نوصله في حقيقة الحياة اللي احنا عايشينها يا جماعة اشغل بالك بنفسك وما تبقاش انسان تافه التفاهة هتوديك في داهية مش هتقربك لربنا اه والله التفاهة تفضل تافه حتى بص تافه يعني حتى اللسان مش تافه تفاهة انسان تافه انسان غير معلوم غير مؤثر فيجي في الآخرة يبقى تافه برضه ليه؟ لأنه تافه ما أثرش في المجتمع ما أنتكش ما عملش حاجة تنفع الناس فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فانت تعمل حاجه تنفع الناس حاجه تنفع المجتمع حاجه تنفع البلد اعمل حاجات تنفع حياتك بعد مماتك ما اثر في المجتمع قول كلمه حلوه اضحك في وش مسكين طبطب طب على غلبان تصدق على على واحد فقير روح زور مريض عشان تعرف معنى نعمه الصحه والله العظيم يا جماعه يا رب يشفي كل مريض لو رحتوا المستشفيات وشفتوا المرضى بيتالموا قد ايه هتفضلوا ساجدين لله في الارض تقولوا الحمد لله على نعمه الصحه والله العظيم تروح المستشفى تشوف حالات تقول يا رب ارحمنا يا رب نجينا تفضل ساجد لله وتقول الحمد لله على نعمه الصحه يا العافيه لكن النهارده حضرتك مش فارق معاك حضرتك واخد الامور كده بعنجهيه واخد الامور كده ايه عارف انت ايه يلا سمك لبن تمر هندي مشي الدنيا مش فارقه حافظ على صحتك حافظ على صحه اولادك حافظ على صحه الناس اللي حواليك عشان تعرف نعمه الصحه ربنا يديمها عليك ودايما تتصدق دايما تخرج من جيبك عشان ربنا يسترها معاك دايما تدفع من جيبك عشان ربنا يرحمك عارف اللقم دي بتزيل النقم اه والله اللقم دي لقم تطعم فقير تطعم مسكين تطعم محتاج تطعم ارمله تطعم يتيم ربنا يبعد عنك نقم كتير قوي يزيل من حياتك اي نقمه يا رب ترفع عننا النقم يا رب وتزيلها من طريقنا في اتصالات يا جماعه ولا لسه؟ الو طيب غيروا حياتكم عمر الحياه ما هتتغير خلي بالك مش ان تتغير هدومك غير طبيعتك لو انت عصبي حاول تبقى يعني اهدى شويه لو انت قليل الادب حاول تحسن اخلاقك شويه لان ربنا سبحانه وتعالى سامحونا انا دايما بحب اجيب الايات والاحاديث عشان دي الحياه مش موضوع ان انا بقى يعني متدين او مش متدين او ان انا لا 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 الموضوع دايما تربطه بالحقائق الحقائق هي الايه والحديث والرسالات اللي احنا ربنا بعتها لنا دي رسالات مهمه جدا في حياتنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم <تصفح> انت اتغيرت غيرت من نفسك لا ما غيرتش انا غيرت هدومي بصراحه طب انت غيرت س... اه غيرت السنه رحت صيفت في في الجونه يا عم هو ده التغيير اه انا غيرت الموبايل بتاعي انت مش واخد بالك ده انا غيرت ال بتاع ده العربيه غيرت العربيه يا ابني مش هو ده التغيير يا حبيبي التغيير لازم يكون تغيير جوهري التغيير بالنفس تغير في نفسك ازاي شوف نفسك مشكلتها فين بتقل ادبها ادبها بتاثر في الصلاه لا خليها تصلي بتعلي صوتها لا خلي صوتها واطي شويه بتبص للناس باستحقار وتتكبر على الناس لا خليها متواضعه وأدبها وهذبها هو ده التغير لما ربنا سبحانه وتعالى هيشوفك بقى الكريم بقى العظيم بتتغير هيغير اه والله هيشوفك بتتغير هيغير كل اللي حواليك هيغير نفوس الناس اللي حواليك هيشوفك بتدي هيديلك هيشوفك بتنفق هينفق عليك هيشوفك كريم هيكرمك ما هو ما فيش اكرم منه اه ما فيش اكرم منه مهما تكون كريم ما فيش اكرم منه هتكون بخيل هيضايقك هيجيلك مرض ما انت بخيل هتكون انسان غير شريف هيبعت لك الغير شريف يضايقك في حياتك وينصب عليك هتكون انسان امين هيبعت لك الامناء حوالينك في حواليك في حياتك. الو؟ الو؟ ايوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، <applause> مين يا فندم معانا؟ مع حضرتك المهندس سيد عادل اهلا وسهلا، اتفضل يا باشمهندس والله احنا كم مرة حاولنا نتواصل مع حضرتك في البرنامج بس ما كانش بيحصل لنا يعني الشرف ان احنا نتكلم مع حضرتك الله يكرمك اتفضل انا سامع حضرتك اتفضل الله الله يخليك والله احنا بس شغالين في مجال المقاولات جميل اتفضل حضرتك كنت مشكورا حضرتك مشكورا كنت اتكلمت من فترة في شهر سبعة أو ثمانية ما شاء الله ده أنت بتابعني بقى ظروف الوقف بتاع الشغل اه تمام أنا مع حضرتك اتفضل اه فحضرتك كنت مشكوره اتكلمت في العمال والظروف ووقف الشغل اه عشان كورونا في يعني اه جامدة اه عشان الكورونا وعشان وقف التراخيص وسياده رئيس الوزراء كان طلع قرار بحتى الشغل تنفيذ القرارات لحد وتنفيذ الرخص لحد اربع ادوار ولحد دلوقتي طبعا ما فيش اي شغل اشتغل فطبعا احنا بنعاني من من فتره الفتره دي كلها احنا من شهر ثلاثة السنة اللي فاتت كنا وقفنا شهرين عشان الكورونا وبعد كده السبت الرئيس قال ان مش هيتم تجديد والانتهاء هيتم الانتهاء من الاشتراطات طيب ما هو انت يا يا باشمهندس السيد باشمهندس سيد سامعني؟ مع حضرتك طيب بص يا باشمهندس دلوقتي السيد رئيس مجلس الوزراء لما قال اربع ادوار هو عشان الكثافه السكانيه بقت شديده في في المدن حضرتك احنا بنتكلم في نقطة اللي هو يعني احنا قلنا ان العمال تشتغل الفترة اللي حضرتك لما طلعت طيب ما هو الناس معهاش فلوس آه تشتغل ما حدش ما يعني لم يتم تنفيذ اي قرار لحد وقتنا هذا ازاي احنا يعني قرارات قرارات السيد الما... رئيس مجلس الوزراء ما بتنفذش ازاي الكلام ده لحد لحد الجيزة كلها انت تبع, محافظة, محافظة, ايا... تبع... تبع محافظة, محافظة ايه تبع محافظة ايه يا باشمهندس سيد آه. الجيزة اه يعني اللي هو احمد راشد تمام مع حضرتك فهو هو طبعا حضرتك جزء كبير شغال برخص وبيتم تنفيذ اللوحه طبقا للاشتراطات وكل حاجه آه. يعني 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 يتم تنفيذ الرسومات الهندسيه بكل حاجه بوضعها وبيبقى في كل حاجه منفذه المشكله بتاعت حضرتك فين يا باشمهندس خالص مشكلتك فين يا باشمهندس المشكله بتاعتنا ان في كل المقاولين في جزء كبير واخد قروض من البنوك وكله عامل حساباته على بالنسبه للارتفاع بتاع الشوارع والارتفاع والقانون والاشتراطات دي كلها طبعا لحد دلوقتي لم يتم اي اشتراطات لحد دلوقتي فبنرجو من السيد الرئيس بس ان يعني يدينا فتره انتقاليه فتره انتقاليه انتقاليه مع... اه ان كل انت انت واقف في حته فيها شبكه انا سامعك انت واقف في حته فيها شبكه انا انا اسمح حضرتك كده طيب أه بقول لحضرتك بتقول تطلب من السيد الرئيس ايه فتره انتقاليه ان فتره انتقاليه ك... يعني مثلا مع مع مقاولين مع... نمره واحده كل اول بيبقى مثلا مع قريب وبيبقى مين فلوس كلها وبيشتغلوا قدمته مثلا على القانون اللي هو كان موجود اللي هو 119 مره ونص عرض الشارع حد اقصى 36 متر اه انت قصدك تقول ان انت واخد قروض في شغل معاك مقاولات والدنيا وقفت الناس اللي مقاولين مقاولين انا مهندس مشكل البشر في كام شغلانه للناس بس في بعض الناس من الناس كلها وفي كل الناس كل اللي معاها حته انت واقف في حته ما فيهاش شبكه يا باشمهندس سيد باشمهندس سيد سامعني؟ طب وقف في حته فيها شبكه طيب هو رسالته وصلت هو بيطلب الاستاذ السيد او الباشمهندس السيد بيطلب من السيد الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء باسم المقاولين او المهندسين المعماريين او الناس اللي هم اللي بي بيشتغلوا في المعمار يعني بيشتغلوا في المباني بيطلب فتره فتره انتقاليه علشان هم واخدين قروض من البنوك ومحتاجين إن الدولة تقف معاهم آه ويحاولوا يبنوا بناء على الاشتراطات السكنية والاشتراطات اللي, اللي حطها القانون الجديد آه احنا بنشكر الباشمهندس السيد ومحتاجين فعلا نسمع بعض يعني رسالته قد تكون يعني صحيحة ان هو راجل واخد قروض وغيره واخد قروض وعاوزين يستكملوا ما قد يعني قاموا به من اعمال يستكملوها برضه طبقا للشروط والتراخيص بس عشان ما تبقاش في نوع من انواع المديونيات ويتخرب بيتهم ده كلام مقبول واظن ان السيد الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء والساده الوزراء يتفقوا معانا في ده ان هو برضه لازم نوقف مع الناس عشان الدنيا ما تقعش وفي مبادره جميله برضه السيد الرئيس مشكورا ربنا يديله الصحه مبادرة خطيرة جدا 100 مليار جنيه اللي هي ان حضرتك في البنوك هتمول العقار هيبقى في تمويل عقاري على 30 سنة النهاردة تقدر تشتري تشتري شقة لابنك تشتري شقة لولادك في أماكن مرخصة أماكن مدن جديدة على مدار أقساط 30 سنة 30 سنة تفضل تدفع في القسط، أظن هتبقى الأقساط يعني بسيطة، والأقساط هتبقى آه في في حدود المقبول، وهيبقى في تعمير للمدن الجديدة، وهيبقى في انفراجة في المعمار، وهيبقى في انفراجة في الشقق، وهيبقى في انفراجة لأخواتنا وبلدنا وحياتنا وحياة كريمة لكل المصريين. فإحنا يا جماعة هو ده اللي هينفع، الحاجة اللي تنفع بلدك. الحاجه اللي تنفع بلدك لازم ننفع الناس هو ده اللي بيبقى هو ده اللي بيتبقى ان انت تنفع الناس مش تنصب على الناس مش تضحك على الناس اصل خلي بالك خلي بالك ربنا ما بيتمثلش عليه تقدر تضحك على اي حد في البشر لكن ربنا ما بيضحكش عليه سبحانه وتعالى هو اللي خلقك هو اللي عارف اولك واخرك فخليك صادق مع نفسك الاول صادق مع نفسك صادق مع اهلك صادق مع الناس عشان ربنا يكتبك عنده صادق تكدب وتنصب وتضحك على الناس تتكتب عنده كذاب وأنا أخاف على نفسي وعلى حضرتك نتكتب كدابين، حاجة تزعل، حاجة تألم، يا رب نشوف بلدنا معمورة جميلة فيها الناس تلاقي لقمة العيش ويحبوا بعض ويخافوا على بعض مش يعادوا بعض أشوفكم على خير وتصبحوا على خير وآسفين إن احنا سهرناكم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد